مرحبا بكم مشاهدينا الاعزاء في تقرير جديد من Equity Global Markets، معكم رائد الخضر. نتحدث في هذا التقرير عن مطلع تعاملات هذا الأسبوع. بلا شك سوف نتحدث عن يوم الجمعة الذي صدرت فيه بيانات الوظائف الأمريكية، والتي أظهرت قراءة مخيبة للأمال بعض الشيء، تأثر بها الدولار الأمريكي بشكل كبير. أضاف الاقتصاد الأمريكي في شهر مايو 138 ألف وظيفة، أي أدنى من التوقعات التي كانت عند 180 ألف وظيفة. وأيضا على نفس الصعيد تراجعت معدلات البطالة إلى 4.3%، وهي تعتبر قراءة إيجابية بعض الشيء. مجمل البيانات التي صدرت من النون فارم بيرول أو الوظائف الغير زراعية الأمريكية كانت بتأثيرها سلبية على الدولار الأمريكي، وتراجع الدولار الأمريكي بشكل واضح سواء أمام اليورو، ورأينا أيضا ارتفاع الذهب بشكل واضح إلى مستويات التداول اليوم عند 1282 أو 81 دولار للأونصة. ما حدث خلال تعاملات اليوم أن الدولار الأمريكي إلى درجة كبيرة تراجع بعض من أو تراجع عن الخسائر التي قد حققها ومحى جزء منها، مرتفعا من أدنى مستوياته في 7 أشهر. وكذلك الأمر طبعا لا يزال ينتظر بيانات مهمة متمثلة بالإي سي بي، كان نتحدث كزوج يورو دولار أمريكي، هنا نتحدث عن اجتماع السياسة النقدية من المركزي الأوروبي خلال التعاملات هذا الأسبوع، والذي من شأنه أن يضغط بشكل كبير على تعاملات الزوج يورو دولار أمريكي. على صعيد آخر ولكن في المنطقة الأوروبية، المملكة المتحدة تقترب بشكل أكبر من موعد الانتخابات الذي أعلنت تيريزا مي أنه سيكون كما هو مقرر في 8 يونيو، أي بعد 3 أيام من الآن سوف تكون الانتخابات. طبعا ذلك أعطى بعض التفاؤل بالجنيه الاسترليني حول تثبيت موعد الانتخابات، على الرغم من الاعتداءات التي كانت مؤخرا في لندن وفي المملكة المتحدة. طبعا ما شاهدناه هو نوع من التقلبات الحادة والكبيرة للجنيه الاسترليني أمام الدولار الأمريكي. نفكر بشكل كبير بالخروج من النطاق الحالي، الحد السفلي هو تقريبا عند مستويات 1.28، نفكر بمزيد من التراجعات دون هذه المستويات، في حين القمة التي كان قد رسمها تمثل بوابة لمزيد من الارتفاعات. نحن نتحدث على تايم فريم 1 أور، ونتحدث عن احتمالية الصعود فوق مستويات 1.2960، احتمالية صعود أكبر قد تصل إلى ما فوق مستويات 30-50. بالنسبة للذهب أخيرا نختم بالذهب عند مستويات 1281، لكن هل يوجد هناك الزخم الكافي عند الذهب لمزيد من الارتفاعات؟ للأسف لا نرى هذا الزخم في الشموع القصيرة أو الوان أور، طبعا بعد الارتفاعات الحادة التي شهدناها. بماذا نفكر؟ نفكر أيضا بالبيع دون مستويات 1280 دولار للأونصة، وبالتحديد عند 1277.75 التي تمثل دعم مهم جدا، حيث كسر هذا الدعم قد يؤدي إلى مزيد من التراجعات تتجاوز 10 دولارات على الأونصة، في حين القمة لا تزال موجودة عند 1280، ولكن الأفق الخاصة بالارتفاعات ضعيفة على وجه التحديد في الوقت الحالي، وذلك بنتيجة انخفاض الزخم الموجود على أسعار الذهب. أشكر لكم المتابعة، لمزيد من الأخبار والأحداث والتحليلات للأسواق والتحليلات الفنية زوروا غرفة الأخبار موجودة على موقع إكويتي، وموجود الرابط الخاص بها على الوصف الخاص بهذا الفيديو. أشكر لكم المتابعة وأراكم على خير.